كاينه الادريسي من مواليد الدار البيضاء وحاليا مقيمه بالامارات العربيه المتحده بامارات دبي، ومكلفه باداره التسويق لشركه المعلوميات اش بي. مواليد الدار البيضاء ونشأت في الدار البيضاء. دراستي قمت بها بالمدرسيه كانت في الجروب سكولير دونفا، من بعد ذلك انتقلت لثانويه ايكول الجبر، حصلت فيها على بكالوريا في الاقتصاد، وبعد ذلك التحقت بالمعهد العالي للتدبير في الدار البيضاء وحصلت فيه على ماستر في الماركتين والتسويق. مباشرة من بعد التخرج ديالي التحقت بشركة اش بي من خلال ان بروغرام دابخونتيساج، ومن بعد ذلك كنت مسؤولة لمدة 5 سنوات على الماركتينغ او التسويق بشركة اش بي لجهات شمال افريقيا. بعد ذلك كانت هنالك فرصة عمل في الامارات العربية المتحدة لإدارة التسويق لجهات الشرق الاوسط وشرق افريقيا، وتم اختياري عن طريق ترقية لإدارة هذه الجهة. حقيقة ما كانش عندي فكرة الهجرة، كانت ربما كاينة هذه الفكرة بعد حصولي على البكالوريا، ولكن بعد ذلك درست في المغرب، والحقيقة دراستي في المغرب كانت على أعلى مستوى، فما لقيتش شي فرق بين الدراسة في المغرب ولا في الدراسة خارج المغرب. بعد ذلك يعني بعد اني اشتغلت في اش بي، فاش بي هي شركه عالميه منفتحه على العالم، ففي العمل ديالي كنت نسافر كثير لشمال افريقيا، دونك كان هنالك انفتاح على العالم، ولكن ما كانش عندي فكره في الهجره. بعد اقتراح فرصه الشغل بالامارات العربيه المتحده لجهه الشرق الاوسط، هذه هي اللي كانت الديكليك، فقلت علاش لا. الهجرة شيء زعما أصعب حاجة في الهجرة هي أنك تبعد على العائلة ديالك والأصدقاء ديالك، وواحد لا زون دو كونفور اللي كتكون كبرتي فيها. هي الحقيقة تجربتي مع الهجرة في الإمارات العربية المتحدة ما كانتش صعبة، عند وصولي زعما تأشيرة العمل حصلت عليها في مدة وجيزة في 15 يوم. بعد ذلك وصلت لهنا الإمارات، فشركة عندنا بما أني كنت نشتغل في نفس الشركة ما كانش هنالك صعوبة في الانتغراسيون كذلك، لأن أغلبية الناس كنت نعرفهم في إطار العمل ديالي سابقا كوني مسؤولة عن التسويق في شمال إفريقيا. والحقيقة كاينة هنالك كذلك واحد الجالية مغربية بالإمارات العربية المتحدة اللي متساندة، ومكنتني أنه الانتغراسيون ديالي ما تكونش صعبة جدا. التزاماتي المهنية حاليا بالإمارات العربية المتحدة أني مكلفة بإدارة التسويق لجهات الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لفئات الحاسوب. فالأنشطة التسويقية اللي تنقوم بها هي أنشطة كبرى اللي كتمكننا بأن نرفعوا من 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 المبيعات لشركة اش بي في هذه الجهة، فمنها الميديا والاور ميديا والايفنتس وجميع السوشيال ميديا والى اخره. كاين فريق عمل اللي مكلف دونك بالايفنتس والسوشيال ميديا، وطبعا حنايا طاقم صغير ولكن تنخدموا يد في يد مع بعضنا. الفرق اللي لقيته يمكن بين المغرب وهنايا في الامارات انه هنالك ناس جايين من جميع دول العالم، ف يعني التعامل تيكون مختلف، استراتيجيات اللي تنقوموا بها ولا تنتكلفوا بها مختلفه، لان خاصها تكون كتكلم يمكن لها تتكلم مع جميع الناس سواء كانت الفئه العمريه ديالهم او لا الناسيوناليتي ديالهم. راجع على اللي تمكنت نتوصل ليه في ظرف 7 سنوات من العمل ديالي، ولا 7 سنوات ونصف، وتنظن بان حاليا يعني المنصب اللي تنشتغل فيه ممكنني بانني نتوصل لواحد المستوى اللي راجع عليه الحمد لله،
وطبعا طموحي ما توقفوش هنايا، فشركة اتش بي كيف ما قلت شركة عالمية وعندها فروع في جميع دول العالم، وعلاش لا ما نكملش المسار ديالي ماشي غير في الإمارات العربية المتحدة، ربما في أمريكا ولا في بلد تاني من البلدان الأوروبية اللي معروفة بكونها هيد كوارترز للشركة. الهجرة للإمارات العربية المتحدة، إذا خدينا يعني فكرة الهجرة للإمارات العربية المتحدة، ولا عندي شي حاجة نقدر ندلي بها اللي يمكن لها تساعد الناس اللي تطمحوا أنهم يهاجروا للإمارات العربية المتحدة، فأول شيء اكتساب اللغات، اللغة العربية طبعا واللغة الإنجليزية فهي ضرورية، لأن الإمارات العربية المتحدة كتجمع ناس من جميع أقطار العالم، فاللغة الإنجليزية شيء ضروري جدا للانخراط يعني في هذه الدولة والتمكن من الاشتغال. ثاني شيء هو الانفتاح على ثقافات العالم. الإمارات كيف ما قلت معروفة بكونها كتستقطب ناس من جميع دول العالم كيف ما قلت سابقا، فطبعا إذا ما كانش واحد الانفتاح على الثقافات الأخرى ما غاديش يمكن لك تقبل الآخر، وما يمكن لكش تشتغل مع الآخر، وما غاديش يمكن لك تتوصل لواحد المستوى في إطار العمل. وثالثا فانا تنصح الناس اللي تيكونوا بحال دابا في المغرب حاليا في مسيرتهم العمليه انهم يشوفوا شركات ولا يشتغلوا بشركات عندها فروع عالميه ولا فروع في جميع في دول اخرى يعني من غير المغرب، لانها كتفتح لهم المجال انهم يمكن لهم يهاجروا. فانا الطريقه اللي جيت بها الامارات العربيه كانت عن طريق الريلوكيشن، معني انني كنت نشتغل بالمغرب وعنده لما كانت هنالك فرصه عمل في الامارات العربيه المتحده، فكانت عمليه الهجره سهله، والبروسيس اللي كان لازمني اني نتبعه كان مبسط. فهذه هي نصائحي للناس اللي كيطمحوا للهجره والالتحاق بالامارات العربيه المتحده. الإمارات العربية المتحدة الحقيقة تتمنح للناس اللي تهاجروا ليها واحد الفرص كثيرة، لأن منفتحة كيف ما قلت على العالم وكتستقطب ناس من جميع البلدان. فأنا تنحس بأن الجالية المغربية اللي تنتم بالتواصل معها هنا حاليا جالية مغربية تمكنت بأنها توصل لدرجات عليا، والحقيقة تنتعلم منهم وتنتعلموا من بعضياتنا وديما متساندين وديما مع بعضنا في جميع المراحل ديال الهجرة ديالنا. عند الوصول تمكنت بأنني نتلاقى بمغاربة اللي عاونوني بأنني نخرط بطريقة سلسة، وحاليا بعد مرور سنتين فاحنا ديما على تواصل وتنعاونوا الناس اللي تيجيو من المغرب وتنحاولوا بان نكونوا مقربين منهم واننا نخليوهم يعيشوا تجربه الهجره في الامارات بطريقه يعني سهله، واللي تمكنهم بانهم حتى هما يتوصلوا من مراتب عليا.